اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. برحب بنجم الحقيقه لفت الانظار لادائه الرائع الحقيقه والمستقر والمبهر في كثير من المباريات اللاعب الهندوراسي ماريو مارتينيز. اهلا وسهلا. كويس اكسلنت. كويس. ومدير اعماله الاستاذ محمد عبد الحافظ. يا اهلا وسهلا انوار. مساء النور يا كابتن. اهلا وسهلا. بيتكلم اسباني هو. بالظبط كده. بيتكلم اسباني. بالظبط. طيب يعني رحب لنا بيه ترحيب كبير طبعا يعني. اوكي بينفينيدو اكي للبروجراما فور لا بريميرا فيس. شكرا شكرا. شكرا شكرا. طيب بالنسبه للهندوراس هو بيلعب في منتخب بلاده ولا كان بيلعب في نادي؟ Okay, estás internacional o solo jugador de un club local? No, internacional, obvio, y contento de estar pues en Egipto. بالتأكيد أنا لاعب دولي وسعيد إن أنا أكون هنا في مصر. كم سنة لعب مع المنتخب؟ ¿Cuántos años con el estabas con la selección? Tengo 7 años desde el 2009 con la selección absoluta. اوكي هو من 2009 وهو مع المنتخب الاول. ما شاء الله يعني حوالي 7 سنين. بالظبط. اقوى فريق كوره في هندوراس عشان نبقى عارفين اسمه برضه. كواليس الايكيبو ماس فويرتي ان هندوراس لا ليغا هندورينيا. سيما اولمبيا بيرو مي ايكيبو ريال اسبانيا بيرو لا فيردا كي اولمبيا. هو اقوى فريق اسمه اولمبيا. ولكن انا النادي بتاعي اسمه ريال اسبانيا بس الحقيقه ان اولمبيا هو الاقوى. اولمبيا هو الاقوى كويس قوي. طب هندوراس عندها انجازات في كره القدم؟ هندوراس تيني كالكير الجو سبيسيال ان الفوتبول كومو فيكتورياس او مونديالز او سي لا verdad que sí hemos ido allá a 3 mundiales últimamente pues la selección. ¿Cuántas veces el mundial? 3 mundiales. اوكي هم راحوا لكاس العالم 3 مرات. Y la selección ahora pasa pues un buen momento. منهم اخر مرتين راحوا كاس العالم وحتى الان هم ماشيين في التصفيات يعني بشكل معقول. وهو راح؟ هو بيلعب كل مره. لا يعني راح كاس عالم؟ سي استابس ان المونديال. برازيل 2014. برازيل 2014. لعب قدام منتخب البرازيل واعتقد هدف في ود نيمار. خوغاست كونترا برازيل تينيا اون جول كونترا نيمار. Sí, no, la verdad que contento, agradecido con Dios porque me da la oportunidad de jugar contra grandes estrellas del fútbol. انا كنت سعيد جدا ان انا خدت الفرصه ان انا العب قدام نجوم كبار في عالم كره القدم. يعني لعب قدام مارسيلو ونيمار وهالك انا عارف كده. طب علاقته بامبي جت ازاي؟ tu relación con Embi. ¿Cómo empieza? No, contento, me llamaron de la idea de llegar a EMPI y bueno, lo pensé, lo dialogué con mi familia, al final pues decidí a venir a EMPI y contento porque me han tratado muy bien y mi estadía en Egipto la verdad que he estado muy bien. هو طبعا كمتردد في البدايه لما جات له العرض بتاع EMPI هو طبعا اتكلم مع اصدقائه وعيلته وتشاور معاهم وفي النهايه هو سعيد في مصر وسعيد ان كل الناس في النادي بيعاملوه بشكل كويس. طيب هل وجد صعوبه في التاقلم يعني مع المصريين هنا واندمج بسرعه؟ En contraste alguna cosa difícil con los egipcios o sí, no, todos fácil. La verdad que he jugado en varios países y bueno, en cada país cada diferencia, pero la verdad que me acoplé lo más pronto posible y el grupo pues me dieron un buen recibimiento y eso fue muy mucho muy muy bien para mí. اوكي هو لعب في عدة دول طبعا كل دولة على حدة طبعا كل دولة ليها اختلاف في عالم كرة القدم لكن هو هنا برضه بيأكد ان هو سعيد الناس بتعامله كويس يعني ما فيش اي مشكلة. جميل. اقرب لاعب له من EMPI. ¿Cuál es el jugador más cerca de ti en EMPI? No, yo creo que me llevo muy bien con todos. Soy un jugador que le gusta bromear con todos los compañeros, hacer buen grupo. Pero con el que más me siento más en confianza es con Rami, con Lama, que paso más tiempo con ellos. Pero igual, con todos, yo creo que me llevo muy bien. هو في الحقيقة أنا بهزر مع الكل، بحب أضحك مع الكل، لكن ربما يكون الأكتر رامي صبري ولما كولين، هو اللي أنا بحب إن أنا أقضي معاهم أكبر وقت. أكتر لاعب مصري لفت انتباهه. ¿Quién es tu jugador egipcio favorito?
Narvi. Oxen. No, es muy, mucho para mí, amigo, pero para mí, durante estado en Egipto, Abdallah Saeed. من خلال الفترة اللي قعدها في مصر بالنسبة له عبدالله السعيد. عبدالله السعيد. مين الفريق اللي يتوقع انه يفوز بالدوري العام؟ puedes expectar el campeón de la liga en este año. Quisiera que Envy, pero es difícil. Pero está la situación complicada. Pienso que entre Ali, Samale, no sé, a mí, difícil campeonato donde una liga muy competitiva donde pues no hay que confiarse. الدوري فيه صراع قوي طبعا ما اقدرش اقول انبي احنا في موقف دلوقتي صعب لكن طبعا الدوري هيكون في النهايه ما بين الاهلي والزمالك. جميل. طيب يعني انا طبعا عايز اطول معاكم بس للاسف ان التحكيم اخذ وقت كامل فانا عايز بس اقول له حاجه اخيره. بتعرف تتكلم عربي؟ عربي؟ شوي طب قول لنا حاجه عربي كده. ديمي قلبي انا عربي. السلام عليكم حميله يمين شمال على طول يا شوي شوي انت قلت لي حاجه كمان قبل ما نخش. ها نادا ماس كي 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 دي خيست اقسم بالله. ايه اقسم بالله دي نويفو دي نويفو دي نويفو اقسم بالله لا شوي كلمه انت قلت مره قلت قبل ما نخش قلت لي ينهر ايه قلت لي ايه ينهر كي دي خيست ان البرنسيبيو ينهر ابي ينهر حلوه هو الاهلي والله اول ما يخش ما شاء الله يعني حاجه جميله. اعتذر له على قصر المده وهنلتقي مره ثانيه y es solo por poco tiempo pero seguro nos vamos a vernos de nuevo. شرف ونور bienvenido de nuevo y gracias por شكرا 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 شكرا, 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 شكرا ماريو شكرا جزيلا شكرا جزيلا استاذ محمد ابو حفص شرفت ونورت شكرا جزيلا مساء الانوار يا حبيبي. وبس سريعا جت رسائل بيقولوا طب انت عمرك ما حلفت يعني لعيب من النادي الاهلي. المشكله انه تعليمات النادي الاهلي اللعيبه ما تخشش تتكلم هي دي المشكله لكن احنا مع الناس كلها اقسم بالله اقسم بالله واحد مع الجميع.